السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الجولة الاقتصادية والتي نبدأها بداية بالمؤشر العام. أشاهد معكم ما سجلته أسعار التداول لدى برنت الخام القياسي. نلقي نظرة معكم مشاهدينا حول المؤشر العام. إذا العقود الآجلة استقرت اليوم في جلسة الأغلاق على 41.26 دولار للبرميل الواحد، تغير جديد في المؤشر العام مع انطفاءات في منطقة التشبع بعد توصيات أوبك بلاس، لكن غرب وسط تكساس لم يتغير مع ارتفاعه بنسبة 2%. أكد مدير المصرف التجارية الوطنية صديق خنفر إن إدارته عملت منذ عام 2018 على إدخال منظومة سيرون التي من شأنها تعرف على قوائم الحظر المحلية والدولية ورصد القوائم المالية المشبوهة المتورطة في جرائم غسيل الأموال. كان ذلك خلال زيارة محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري خلال زيارته للمصرف للاطلاع على التطوير الذي يعمل عليه التجاري الوطني. استقبل ميناء بنغازي البحرية الساعات الماضية سفينة نقل الحاويات جاغوار التابعة للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 114 حاوية بضائع وسلع مختلفة. كما استقبل الميناء أيضا سفينة نانا التابعة للوكيل الملاحي شركة ميدر تير للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 80 حاوية بضائع مختلفة، إلى جانب السفينة ألوبو التابعة للوكيل الملاحي شركة الدليل للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 129 حاوية بضائع متنوعة. ويشهد ميناء بنغازي بشكل عام حركة تجارية نشطة منذ فترة بدخول السفن التجارية المتنوعة. فيما نشر مصرف ليبيا المركزي بيانات الاعتمادات الممنوحة لأصحاب الشركات والمصانع عن الفترة بين 18 والرابع والعشرين من يونيو الجاري، وشملت 9 قوائم. وأظهرت القوائم أن المركزي مرر أكثر من 200 اعتماد شملت عملات الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والدينار التونسي، بينهم أكثر من 130 اعتمادا بعملة الدولار لصالح شركات المنطقة الغربية، وبلغ عدد الاعتمادات باليورو أكثر من 70 اعتمادا، واعتمادين أحدهما بالدينار التونسي والآخر بالجنيه الاسترليني أيضا لصالح شركات طرابلس. وتم منح الاعتمادات عبر فروع مصرفات تجارية أو مصرفان تجاريان، وشملت 16 موافقات على توريد مواشي ولحوم مجمدة وسلع غذائية متنوعة، بينها زيت الطهو ومكرونة وكسكس ومعجون طماطم وقهوة وبيض وحليب ومشتقاته وبيض مخصب، إلى جانب أدوية ومعدات ومستلزمات طبية وحفاظات. بهكذا مشاهدينا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام هذه الجولة. ألتقي بكم مشاهدينا في ورقة جديدة. مع السلامة.